عناوين الصحف اللبنانية لليوم الخميس الرابع من نيسان 2024. صحيفة النهار: صندوق النقد الدولي يحذر لبنان إلغاء الاتفاق قاب قوسين. إسرائيل لحزب الله: نفضل التوصل إلى اتفاق. ساحة الشهداء بين أعواد المشانق وخناجر الحوثيين. صحيفة نداء الوطن: إسرائيل: الحرب صعبة علينا وكارثة على بيروت والجنوب. إيران تتوعد بصفعة ونصر الله يهاجم المنافقين. فرنجي إلى باريس اليوم وفرنسا تتبنى الخيار الثالث. صحيفة الجمهورية: حراك استطلاعي لواشنطن وباريس، سوريا ولبنان في الدائرة الخطيرة. يوم القدس وضرورة دعم القضية الفلسطينية عالميا. صحيفة اللواء: رفض أمريكي فرنسي متجدد للتصعيد ونصر الله يرسم مسار الرد على قصف القنصلية غدا. ميقاتي يطلق نفير المواجهة مع حملة تستهدفه ومطالب أوجيرو أمام مجلس الوزراء. حلفاء الاحتلال يتجهون لإعلان نتنياهو خارج القانون واقتحام الكنيست يهز الكابينات. صحيفة الأخبار: إسرائيل مستنفرة، مراوحة العاجز. إسرائيل في الشمال، الهروب الكبير. 63 مليون دولار خسائر اقتصاد الكيان أسبوعيا و600 مليون دولار كلفة إخلاء الشمال حتى شباط. صحيفة الديار: إيران تدرس كل الاحتمالات للرد وإسرائيل تستدعي الاحتياط الجوي. رفع مستوى الحماية والحراسة حول السفارات الأمريكية في لبنان والعراق والأردن. نصر الله: جبهات الدعم والإسناد تتحمل وتقاتل ولا تخلي الساحة. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com. إلى اللقاء.